وللمزيد حول أهم ما دار خلال اليوم الثالث من فتح باب تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية، يطلعنا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. نحييكم من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث انتهى هذا اليوم الثالث لاستقبال مرشحي رئاسة الجمهورية. كان هذا اليوم قد بدأ في تمام الساعة 9 صباحا وانتهى في تمام الخامسة بمؤتمر صحفي للمستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعلن فيه عن تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه اليوم. كان ظهر اليوم في تمام الساعة 2:15 قد تقدم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كان قد جاء إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات هنا وتقدم بأوراق ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بعد أن كان قد توجه قبل ذلك إلى مجلس النواب واستلم أيضا من مقر مجلس النواب أوراق التزكية من قبل السادة أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكان معه أيضا ثلاث سيارات. هذه السيارات كانت تحمل صناديق بها توكيلات المواطنين الذين أيضا تقدموا بتوكيلات للمرشح الرئيسي أو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. نحن نتحدث عن عدد كبير جدا من التوكيلات، سواء من قبل المواطنين أو من قبل أعضاء مجلس النواب الذي قاموا بتقديم تزكيات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. تستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في استقبال طلبات الترشح لخوض غمار ومنافسات الانتخابات الرئاسية 2024 حتى يوم 14 من أكتوبر يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء. كانت قد بدأت يوم 5 من أكتوبر وتستمر حتى يوم 14 من أكتوبر الحالي، وسوف يتم أيضا الإعلان عن القائمة المبدئية لمرشحي رئاسة الجمهورية يوم 16 من أكتوبر، أما القائمة النهائية سوف يتم الإعلان عنها في شهر نوفمبر القادم بإذن الله. نتابع معكم يوميا من هنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات استقبال الهيئة لطلبات مرشحي رئاسة الجمهورية. إليكم زملائي في الاستوديو.